محمد، ما تفاصيل هذا الانفجار في المنطقة الخضراء ببغداد وما علاقته بالسفارة الأمريكية؟ نعم، حتى اللحظة لا توجد أي تفاصيل يعني واضحة حول ما حدث داخل المنطقة الخضراء، لكن هناك دوي لانفجار قد حدث في المنطقة الخضراء أو قرب المنطقة الخضراء، وبالتالي صافرات الإنذار المحيطة بالسفارة الأمريكية أطلقت جميعها، وهي أول مرة تحدث منذ قرابة عامين أن تطلق هذه الصافرات جميعها في آن واحد. إضافة إلى ذلك، القوات الأمنية الآن بدأت بتفتيش المنطقة الخضراء والدور السكنية الموجودة هناك، وأيضا المناطق القريبة من المنطقة الخضراء وهي أغلبها مناطق سكنية إضافة إلى دوائر حكومية. يعني كان هناك لدينا اتصال مع أحد المسؤولين في المنطقة الخضراء، قال بأن ربما هناك انفجار قد حدث بالقرب من السفارة، وبالتالي قطعت الطرق المؤدية إلى السفارة، وأيضا تم إغلاق بوابتين من بوابات المنطقة الخضراء. حتى اللحظة هذه المعلومات المتوفرة، طيب. لا توجد أي معلومات أخرى. نعم. محمد، قبل هذا الانفجار كانت هناك في الأيام الماضية حالة من التخوف أو التأهب أو التهديدات لاستهداف أي جهة تابعة للسفارة الأمريكية أو للقوات الأمريكية، هل كانت هناك أي معلومات حول هذا الانفجار أو سبقت أي تهديدات لهذا الانفجار أو استهداف لمناطق محيطة بالسفارة الأمريكية؟ كل المعلومات او كل المعطيات كانت تؤكد بانه لا توجد اي تهديد للسفاره الامريكيه، وايضا لا يوجد تهديد للمنطقه الخضراء على وجه العموم، وان الحاله الامنيه مستتبه، لكن كانت هناك تحذيرات من قبل السفاره الامريكيه لعامليها المتواجدين هنا في العراق بالاخلاء، خشيه ان تستهدف من قبل بعض الجهات ربما بعد التصعيد الذي حصل بينها وبين ايران. كانت هذه فقط هي التحذيرات التي أطلقت من قبل واشنطن، لكن في العراق لم تطلق أي من الجهات الأمنية أي تحذير. إضافة إلى ذلك، فتح مناطق المنطقة الخضراء من بواباتها السابع ربما أتاح لهذه السيارات الدخول والخروج، وبالتالي ربما لن تكون السفارة هي المستهدفة، ربما هو انفجار عابر، وربما أيضا فعلا أن بعض الفصائل التي هددت باستهداف القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية في العراق قد نفذت تهديدها. كل هذه المعطيات واردة لكن حتى الآن لا توجد أي أدلة واضحة. هناك تصريح فقط ظهر من قبل بعض السياسيين في العراق وهم قلل، قالوا بأن العملية ربما لم تكن تستهدف السفارة الأمريكية وأنها ربما انفجار طبيعي يحدث بين الحين والآخر، لكن بعض السياسيين أكدوا بأن استهداف السفارة ربما سيشعل فتيل أزمة ما بين العراق وبين أمريكا وطهران على وجه الأخص، على اعتبار أن هناك تصعيد كبير من قبل واشنطن وطهران لما يجري في المنطقة. كان هناك أيضا انفجار استهدف منطقة أو شارع جميلة في بغداد، هل للموضوع أي علاقة بانفجار اليوم؟ لا، يعني انفجار جميلة تبناه مسلحو داعش أو تبناه تنظيم داعش، وقال أن الانفجار هو عبارة عن حزام ناسف قد حدث في منطقة جميلة، لكن هذا الانفجار حتى اللحظة لم يتبناها أي شخص أو أي جهة. لكن بكل الأحوال الآن وردني خبر بأن القوات الأمريكية المتواجدة في السفارة الأمريكية، يعني على محيط السفارة الأمريكية، بدأت بتعزيز قواتها وبدأت في عمل طوق أمني من ثلاث أطواق أمنية على بعد كيلو متر من السفارة، وبالتالي هذا الأمر جاء لتأمين السفارة ولتأمين العاملين فيها، إضافة إلى وجود طائرات الآن هليكوبتر قد حطت داخل السفارة وهي طائرات نقل الأشخاص داخل السفارة الأمريكية. ايضا قطعت جميع الابواب المؤديه الى المنطقه الخضراء، لا يوجد الان سوى مدخلين، مدخل خروج ومدخل دخول من جهه واحده فقط الى المنطقه الخضراء. هي اجراءات احترازيه امنيه تقوم بها الحكومه العراقيه، لكن ربما هذا الانفجار هو من فعل هذه الاجراءات الامنيه وساعد على ان تكون اجراءات مكثفة في هذا الوقت بالذات. طيب، ماذا عن الأماكن النفطية أو المناطق النفطية خاصة في محافظة البصرة؟ كيف يبدو الوضع هناك؟ ف
في البصرة الوضع يبدو طبيعي حتى الآن، على اعتبار أن شركة إكسون موبيل لديها 70 عامل، وبالتالي سحبت هؤلاء العاملين إلى دبي خشية أن تستهدف، يعني أن ينتهدف عامليها في هذه في الشركة، شركة القرن واحد، وبالتالي كان هذا الأمر قد حدث. لكن يعني عموما الأمور في البصرة تبدو هادئة، الوضع المقلق هنا في بغداد، وربما في بعض المناطق الأخرى التي تمتلك فيها القوات الأمريكية قواعد عسكرية، يعني القواعد الأخرى الموجودة كقاعدة فلس، قاعدة الإمام علي في سكريت، هذه القواعد هي من باتت الآن في خشية من أن تستهدف. لكن شركة إكسون موبيل الآن قد ذهبت من العراق، ومن يدير حقل القرن واحد الآن هم العراقيون، المهندسون العراقيون، هناك من يديرونها طبعا بإشراف أمريكي، لكن هناك خشية من أن تستهدف القوات الأمريكية المتواجدة في العراق بعد هذا التصعيد. شكرا جزيلا لك محمد فاضل، مراسل الغد، كنت معنا من بغداد.